طيب فتشوا الشقة كويس واستجوبوا الجيران واستعجل الطبيب الشرعي. حاضر يا فندم. جاهز هنا؟ ايوه بالفوق عند الست. مساء الخير يا دكتور. اهلا. ازاي الحال؟ انا اسف ما قدرتش استناك، شغل مفاجئ كالعاده. الحمد لله كله تمام والجنين في وضعه الطبيعي. الحمد لله. بس وحياتك يا مدام، انا عايزك الايام اللي جايه تكرري حقن الكالسيوم. حاضر. قول لي يا دكتور، ممكن اسافر اسكندريه اشوف ماما؟ اصل بقالي مده ما شفتهاش. بس انا خايف السفر يتعبك. اذا كانت يا ست وحشتك قوي ابعتي لها وهي تيجي. اسيبك منها يا دكتور، سفري انا اقدر استغنى عنها يوم واحد. اتفضل. تصبح على خير. لحد دلوقتي الحاله ماشيه طبيعي. تفتكر دلوقتي مفيش خوف؟ بالتاكيد الحاله دلوقتي احسن من المرات اللي قبل كده، لكن برضو لازم نخلي بالنا، بلاش تجد نفسها. يعني تنام في السرير؟ مش كده، ممكن تخرج وتتمشى بس من غير اجهاد زياده. طيب يا دكتور متشكرين جدا. برافو. تصبح على خير. تصبح على خير. كده برضو حبيبتي عايزه تسافري وتسيبيني لوحدي؟ بطل امور الباكج دي وقول الدكتور قال لك ايه. بيقول لك يا ستي ان سعادته المره دي مصمم انه يشرف. تفتكر يا محمود، انا كل مره بيبقى عندي امل وبفضل احلم وبعدين. لا 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 حبيبتي، لا لا اطمني، المره دي مختلفه خالص. انا عارفه قد ايه من زمان نفسك تكون اب. الو. ايوه يا حسن، ايه الاخبار؟ سالني على الزوج يا فندم في مكتبه، قال انه في اسكندريه بيخلص بضاعه من الجمرك وانه سافر يوم 18 الساعه 12 الظهر. ايوه خدنا اسم اللوكاندا اللي نازل فيها. طيب يا حسن استدعيه. ايوه على طول. ما فيش اخبار تانيه؟ طيب تصبح على خير. يعني ما قلتليش ايه اللي حصل؟ دي يا ستي الممثله الهام سامي. مال لقيوها مخنوقه في الحمام وفي اشتباه انها تكون انتحرت. مش معقول، هتنتحر ليه؟ على العموم لسه التحريات هتوضح كل شيء، وفي كمان تقرير الطبيب الشرعي. محمود انا مش دايما اقول لك ما تقلعش والشباك مفتوح. امرك يا حبيبتي. لا حبيبتي مفيش حاجة. زوج المجني عليها وصل فن.
خليه يدخل. حاضر حاضر. باقي في حياتك؟ حياتك الباقي يا فندم. سيجارة؟ متشكر ما بشربوش. احنا هناخد من حضرتك كلمتين. تحت امرك يا فندم. زين، الاسم والسن والمهنة. جيم. حسن احمد داوود، 50 سنة، رجل اعمال. زين، لما اتصلنا بيك قالوا لنا انك في اسكندريه، تقدر تثبت لنا بالظبط حضرتك كنت فين ليله ارتكاب الحادث؟ ايوه يا فندم، ليله الحادث انا ما خرجتش من الاوتيل. اوتيل ايه؟ البوريفاج. وفي الليله دي بالذات انا ما خرجتش خالص من الاوتيل، لاني كنت تعبان شويه وحرارتي مرتفعه والدكتور منعني من الخروج. استاذ حسن، ممكن تحكي لنا عن علاقتك بالمجني عليها؟ والله يعني انا مش عارف اقول لحضرتك ايه بالظبط. معلش، هو حضرتك عارف ان اي معلومه هتقولها لنا هتفيدنا كتير. احنا كنا كويسين جدا، ومره واحده حسيت ان معاملتها اتغيرت. ازاي؟ حسيت ان في حاجه حصلت، حاجه غيرتها. يعني كنا بنحب بعض جدا، اتجوزنا عن حب، لكن بقى الناس ما بتسيبش الناس في حالها. عندكوا اولاد؟ لا، ما كانتش راضيه تخلف. انا كان نفسي، لكن هي ما كانتش عايزه. طيب تفتكر ايه اللي غيرها؟ مش عارف، أنا حاولت أديها فرصة، قلت نزوة وهتعدي، لكن هي كانت مصرة على الطلاق. أنا رفضت في الأول، كنت متصور إن كل حاجة ممكن ترجع لحالها، لأننا يعني ياما اختلفنا واصطلحنا، لكن المرة دي للأسف منه لله بقى اللي كان السبب. مين اللي كان السبب؟ ما اقدرش اتهم حد. زي ما حضرتك عارف، مراتي كانت فنانة، نجمة سينمائية، وباستمرار حواليها ناس كتير. طيب يا استاذ حسن، عندك اقوال تانية تحب تضيفها؟ لا ابدا، مفيش حاجة. طيب متشكرين. متشكر. احنا هنحتاج لك في وقت قريب. أوي أوي. شكرا. طيب. إيه؟ سرحان في إيه يا محمود؟ قضية الهم سامي شغلاني شوية. من ناحية إيه؟ النهاردة حققت مع جوزها واتضح لي إنه في خلافات بينهم كتيرة. قصدك خلافات ممكن توصل للقتل؟ احتمال. Thank you.
أنا أنا مصلحي. أيوه يا محمود بيه، أنا هو مصلح. ممكن أدخل؟ تعال تعال. يا ساتر. ايه حكايتك؟ ايه اللي عامل فيك كده مصلح؟ الزمن والناس. سكن أمرا بصحيح. طب تعال معايا على المكتب. اصل انا كنت فايت من هنا، قلت عدى اسلم. ازيك يا محمود بيه؟ يا ترى لسه فاكرني؟ انت اللي كنت بتلف ورايا المده دي كلها؟ ايوه يا بيه انا. ليه؟ اصل كنت خايف ما تعرفنيش. 10 سنين يا محمود بيه عمر. اللي انت برضك لسك عازب يا محمود بيه؟ اتجوزت. احسن برضو. وخلفت يا محمود بيه؟ لسه مصلحي. انت بتدور على حاجه؟ لا يا بيه ما بدورش، انا بس اصلي خرمان، سجايري خلصت. انا ايش معاك سجاره؟ وكمان مستورده؟ من يوم ما اتعلمت شرب المدعوق ده وهو معلق في نافوخي، تقولش اتفطمت عليه. وايه اخبار البلد والناس اللي فيها؟ ماتت. يا مين اللي ماتت؟ عطيات مرات يا بيه. امتى؟ من 40 يوم بس. انا يا دوبك عملت الـ40 بتاعها وجيت. خلاص ما عادليش حاجة في البلد يا محمود بيه. الباقية في حياتك يا أبو صلحي. سحبت بنتي في إيدي وجيت. بنتك؟ أيوة بنتي يا محمود بيه، بنتي طبعا. أمال بنتي مين يعني؟ أنت كنت خلفت؟ أه طبعا خلفت. أنت نسيت يا محمود بيه ولا ما كنتش عارف؟ مع اني كنت فاكرك عارف. شوف ازاي. لكن لا لا. انت مشيت قبل داليا ما تتولد بـ6 شهور. بالظبط كده. انت مشيت في اغسطس وداليا اتولدت في فبراير. بالظبط كده. شوف انا حافظ التواريخ ازاي يا محمود بيه. 6 شهور. هما 6 ولا 5 يا محمود بيه؟ مش عرفت. كنت فاكرك عارف. اصل مراتي عطيات ما كانتش بتخلف. قعدت 5 سنين ما تخلفش، لكن انت جيت من هنا وهي حبلت من هنا. اللي اقول لي يا ابو حنفي، الاموره اللي كانت معاك النهارده في النادي مراتك ولا؟ شوف يا مصلحي، يظهر ان موت مراتك اثر فيك اكتر من اللازم، بس مش معنى كده انك تنسى نفسك للدرجه دي، انت فاهم؟ معلش يا محمود بيه انا اسف، ده بس من العشم. ده احنا ياما كنا سوا عيش وملح. ولا نسيت الايام دي يا محمود بيه؟ ما نسيتش يا مصلحي، وعشان كده انت لسه معايا هنا دلوقتي. تقدر تفهمني واحده واحده ايه الحكايه بالظبط؟ وايه اللي بتلف وتدور عايز تقوله؟ ابدا يا محمود بيه ابدا. الحكايه ان انا كنت فايت من هنا، قلت عدى اسلم. اسمع يا جدع، انت بطل شغل الاستهبال ده بقى وفوق بقى. بعد السنين دي كلها جاي تلف ورايا وتتجسس عليا في كل حته، وبعدين تنط لي في نص الليل عشان تقول لي كلام فارغ بالشكل ده؟ ماتت، حبلت، ولدت، انت عايز ايه بالظبط؟ اقتلك بس مش دلوقتي. ثم انا لو قتلتك هستفيد ايه؟ انت اتجننت، وانا صبرت عليك اكتر من اللازم. امشي اطلع بره. انت هتمشي ولا احطك في السجن؟
ما تقدرش يا محمود يا رفعت. لان بنتك الوحيده معايا. بنتي؟ مش ده خطك؟ حبيبتي هذا اخر خطاب مني، وليكتب الله لك السعادة مع زوجك ذو القلب الطيب وطفلك المنتظر. مش ده خطك؟ مش خطي طبعا. اتفضل اطلع بره، بلاش كلام فارغ. انت بتطردني يا محمود بيه؟ بتطردني من بيتك؟ ده انا كنت فاتح لك بيتي في اي وقت، ده انا كنت بعاملك زي اخويا واكتر. اعمل لك ايه يا ابو سري؟ انا مقدر موقفك طبعا، بس اللي بتقوله ده شيء خطير جدا. ايه اللي يخليك فجاه تشك في نفسك وفي مراتك وفي بنتك عشان حته ورقه ملهاش اي قيمه؟ اشك؟ يا ريت يا محمود بيه، يا ريت الحكايه كانت شك وبس. اللي انا الوحيد اللي في الدنيا الواسعه دي كلها اللي مش ممكن ابقى ابوها. ليه مش ممكن؟ تصور، فضلت 10 سنين فاكر انها بنتي، كنت بحبها اكتر من نفسي، اديتها كل حاجه، كل اللي ممكن يديه اب لبنته واكتر، لحد ما اكتشفت الورقه دي بالصدفه. ساعتها الفار لعب في قلبي وجهنم طاقت في دماغي. جريت على الدكاتره، عملت تحليل تاني وتالت ورابع. لو كان واحد منهم بس قال لي اني كان ممكن اخلف. تصور انك تصحى في يوم تلاقيك مش انت، وتكتشف فجأة انك كنت عايش في كدبة، وان بنتك الوحيدة مش بنتك، عدوتك، بتكرهك، الشاهد الوحيد على عجزك. انت جايز تكون فعلا في موقف صعب، بس انا ايه المطلوب مني؟ انت اللي كنت بتزورنا على طول، وانا كنت مأمنك وبعتبرك اخويا وصاحبي، وكنت بثق فيك وفي الدنيا كلها. طب اشمعنى انا اللي اخترتني؟ ما انت كنت فاتح بيتك نادي لكل اصحابك، جعفر ابو دومه مأمور المركز، ومجدي عبد الخالق المهندس الزراعي، والاستاذ خشابي نظر المدرسه، وغيرهم وغيرهم. يعني ايه؟ يعني لولا تقديري لظروفك وللصداقه اللي كانت بينا، ما كنتش سمحت للموقف انه اتطور بالشكل ده. امال مين؟ طب والجواب؟ جواب ايه وغيره ايه يا راجل يا خرفان انت؟ مش عرفك انه مبعوت لمراتك؟ ده لا في اسم ولا توقيع. يعني ممكن يكون مبعوت لاي حد تاني غير مراتك. ممكن يكون دخل بيتكم غلط. مصر، إذا احتجت أي حاجة أنا موجود. بالمناسبة أنت ساكن فين؟ في لوكاندة السعادة، في العتبة الخضراء. بعد نص الليل؟ ليه؟ هو مفيش صبح؟ أصله كان صاحبي زمان. انتوا صوتكوا كان عالي قوي، انتوا كنتوا بتتخانقوا؟ لا أبدا، أصل مراته ماتت قريب وسابت له بنت
عامله له مشكله في حياته. سيادة اللواء جعفر أبو دونا موجود؟ الدكتور عنده جوه. ليه؟ هو ماله كفالة الشر؟ أنت قريبه؟ أيوه. يا ساتر. أنت ما وصلكش تلغراف؟ إيه الحكاية؟ أصله بيموت. بيموت؟ ايوه بيموت. اسمع، طبعا انت هتخش له دلوقتي. طبعا لازم. طيب حاول بقى تعرف هو شايل الفلوس فين. جايز يقول لك انت. خير يا دكتور؟ والله احنا عملنا اللي علينا. باع الله. بقول لك ايه؟ النقديه، خلي بالك من حكايه النقديه. ازيك يا جعفر بيه ابو دومه؟ سلامتك الف سلام. انا مصلحي. مش فاكرني يا جعفر بيه؟ مصلحي بتاع زمان الفيوم مركز سباهنا. افتكرت يا جعفر بيه؟ ركز معايا يا جعفر بيه وحاول تفتكر. أنا عايزك في موضوع مهم أوي. شوف، أنا عرضت نفسي على أكتر من دكتور، قالوا لي إن أنا ما بخلفش. أخد لي بالك يا جعفر بيه؟ دكاترة كبار متخصصين قالوا لي مستحيل أخلف، ولا عمري ما خلفت قبل كده ولا هخلف. لكن عندي بنت اكتشفت بعد 10 سنين إنها مش بنتي. أخد لي بالك يا جعفر بيه؟ بنتي، قصدي البنت اللي كنت فاكر انها بنتي، عندها 10 سنين دلوقتي. اتولدت ايام انت ما كنت مأمور المركز في بلدنا، ايام ما كنت بتزورني في بيتي. فاكر يا جعفر بيه؟ دي مسألة ضمير يا جعفر بيه. خلص ضميرك قبل ما تقابل ربنا. سامعني يا جعفر بيه؟ في يوم من الايام لقيت الجواب دي. الجواب ده، ويا ريتني ما لقيته، هو اللي فضحني كل حاجة. خطك ده يا جعفر بيه؟ خطك ده؟ بص كويس، بص! جعفر بيه؟ جعفر بيه؟ قول لي وخلص ضميرك قبل ما تموت. جعفر بيه؟ جعفر بيه؟ لا! جعفر بيه؟ جعفر بيه؟ جعفر بيه؟ التحريات اثبتت ان الزوج المجني عليها كان في اسكندريه فعلا ليله ارتكاب الجريمه، وان في دكتور كشف عليه في الاوتيل مساء الحادث. واتضح يا فندم ان المجني عليها كانت عامله بوليس التامين على حياتها بمبلغ كبير جدا، وثبت من التحريات ان المستفيد الوحيد هو جوزها. لازم في طرف ثالث. القضية دي عمالة تتعقد. اسمع عادل، اعمل تحريات عن كل علاقات المجني عليها، كل الناس اللي كانت تعرفه.
وبرضه نراقب تليفون الزوج. محمود بيه موجود؟ البيه لسه خارج دلوقتي. طب الست هانم مش موجودة؟ ايوه بس دي تعبانة وراقدة في السرير. سلامتها الف سلام. بس انا كنت محتاجها ضروري قوي. طب وحياتك بس قولي لها واحد من بلديات محمود بيه عاوز يشوف حضرتك ضروري. طب اتفضل. يا ساتر. ست نادية، في واحد كان عايز الأستاذ ولما عرف إن هو مش موجود طلب يقابل حضرتك. ما قلتلوش إني تعبانة وما أقدرش أشوف حد؟ قلت له يا ستي، لكن هو قال إن هو من بلديات الأستاذ وطلب يشوف حضرتك. طب أنا نزلاله. أزعجت حضرتك. أهلا وسهلا. حضرتك بلديات محمود؟ أيوة يا ست هاني، أنا مصلحي بلديات البيه. هو محمود بيه ما حكالكيش عني ولا إيه؟ يحكي لي عن إيه؟ أصل إحنا من أصحاب قوي زمان، من 10 سنين، بس الأيام بتفوت بسرعة يا ست هاني. اتفضل يا مصلحي. انت اللي كنت عنده من يومين بالليل مش كده؟ امال بتقولي ما حكالكيش ليه يا ست هاني؟ يحكي لي عن ايه؟ عني، عن مراتي عطيات، عن ايام الزمان الحلوه قبل ما يبقى وكيل نيابه. كانت ايام حلوه قوي قوي يا ست هاني. وكان ابو حنفي لا مؤاخذه قصدي محمود بيه، بس انا بقى كنت متعود اقول له ابو حنفي. كان لسه ايام يا ست هاني، سيبش حاجة على حالها. محمود قال لي إن مراتك توفت. إيه؟ عطيات. كنت بحبها أوي أوي يا ستهاني. يمكن ما كانش في حد في الدنيا بيحب مراته بيثق فيها قدي. لكن خلاص. شوف يا ستهاني، كانت في عليا أجمل واحدة في الدنيا. هو محمود بما حكلكش عليها؟ يحكي لي عليها من ناحيه ايه؟ اصله كان بيحبها قوي. بيحبها؟ ايوه بيحبها. زي اخته تمام يعني. هو الوحيد اللي كان مسموح له يدخل بيتي. تصوري حضرتك، هو الوحيد اللي كان مسموح له يدخل بيتي حتى وانا مش موجود. لكن عطيات ماتت خلاص، وبقيت وحداني ما لقياش حد في الدنيا غير محمود بيه. محمود بيه، محمود بيه اللي كان بيشاركني في حبها. ما تصوريش حضرتك زعل قد ايه لما قلت له انها ماتت. والله زعل قوي. هو ما حكالكيش؟ لا ما حكاليش. يبقى لازم هيحكي لك، بس انت اساليه وهو هيقولك على كل حاجه. استاذن انا بقى يا ست هانم، انا يظهر تقلتي على حضرتك. انا كنت فاكر انه حكالك، والنبي تبقي تساليه. فوتك بعافيه. اتفضلوا انتوا. اقدر اعرف انتوا قابضين عليا ليه؟ احنا عندنا معلومات انك كنت دايما بتتردد على شقه المجني عليها، وانه في يوم الحادث بالذات شافك البواب نازل من عندها. ده مش صحيح يا بنتي. انا صحيح اعرف الهام سامي، لكن ما كنتش موجود ليله الحادث في شقتها. طيب اتفضل. سين، اسمك وسنك ومهنتك. جيم، كمال عبد السلام،
سني 35 سنة، وسيط تجاري. اكتب سمسار. ايه علاقتك بالمجني عليها؟ مفيش علاقة خاصة، بس في ناس شافوك بتتردد على شقتها أثناء غياب جوزها. ايه رأيك في الكلام ده؟ ايوه ده صحيح. ممكن اعرف السبب؟ ارجوك يا فندم اعفيني بالإجابة. يعفيك ازاي؟ دي جريمة قتل. ممكن اولع سيجارة؟ اتفضل. انت لازم تتكلم عشان تدافع عن نفسك. كان في ايه بينك وبينها؟ كنت بحبها. طيب ممكن اعرف ازاي بدأت علاقتك بيها؟ زي اللي بيحصل في اغلب العلاقات اللي من النوع ده، بيكون الزوج هو السبب من غير ما يشعر. زي اللي بيحصل في اغلب العلاقات اللي من النوع ده، بيكون الزوج هو السبب من غير ما يشعر. الاستاذ مصلحي موجود؟ لا مش موجود. طيب لما يرجع قولي له محمود رفعت سأل عليك وانا هفوت عليه بعد ساعه. أهلاً يا محمود بيه. مصلحي اتفضل. ادخل يا راجل البيت بيتك، هو انت غريب؟ اتفضل. انت نورت البيت. تعالى يا عطيات، تعالى اما اعرفك على صديقي اللي كلمتك عليه، الاستاذ محمود رفعت. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. سلمي عليهم ملمة الكسبيش. هو ده بقى يا ستي اللي هيتعين وكيل نيابه، وقال ايه عايز يسيبنا ويروح البندر. اعمل ايه يا مصلحي؟ اتفضل اتفضل. ما هو بيني وبينك الحياة هنا بقت مملة. اللي بيحصل النهاردة هو اللي هيحصل بكرة، والأيام بتفوت من غير ما نحس بيها. ولا أنت رأيك إيه؟ مش كده برضه؟ فعلا عندك حق، خصوصا بالنسبة للست. أهو الراجل بيلاقي اللي يشغله، لكن الست هتعمل إيه غير إنها تستنى؟ جرى إيه يا جماعة؟ أنتوا بتتكلموا كده إزاي؟ أنت بسك منك مش متجوز. ربنا يرزقك ببنت الحلال اللي تكون زي عطيات كده، وانت ما تزهقش ابدا حتى لو عشت في الصحراء. اسمع منك ربنا يا مصلحي. يا رب. على العموم انا الايام دي بحط غلي في شويه روايات جايبهم معايا. الله، هو انت كمان غاوي؟ غاوي ايه؟ اصل يا سيدي عطيات ما بتسيبش الكتاب من ايدها. صحيح. ويا ترى بتقري ايه؟ قصص. الله، يبقى خلاص حس كده نتبادل القصص. طب يا سيدي متشكرين قوي. لا مؤاخذة، نسيت أسألك تشرب قهوة ولا شاي؟ أنا عارفه بيحبها مظبوط. طبعاً إذنك. تفضل. هما الستات كده، محتاجين لحاجة تشغلهم. ومن يوم ما اتعرفت عليها، وهو كان دايماً يشجعني على زيارته في البيت. وكنتوا بتعملوا إيه هناك؟ كنا بنلعب ونشرب ونتكلم في الشغل. في الجو ده هو كان بيستفيد. ازاي يعني كان بيستفيد؟ يعني يعمل مقاولات، صفقات، حاجات كده. والمجني عليها كانت بتبقى موجوده؟ مش على طول، كانت دايما مشغوله. ساعات كانت بتيجي تقعد معانا لما يكونش عندها شغل. وابتدت علاقتكوا ازاي؟ اهلا، ايه المفاجاه دي؟ صباح الخير. صباح النور. يا ترى على فين؟ نازله زور ماما. انت بقى من البندر؟ ايوه. عشان كده بقى متضايقه من الحياه هنا؟ يعني اديني كل كام يوم بنزل البندر واشوف ماما واشتري شويه حاجات، اهو برضو تغيير. وحضرتك نازل البندر ليه؟ ابدا، انا ناوي اروح سينما، في فيلم كويس بيتعرض دلوقتي. ايه رايك لو عزمك؟ يا خبر يا استاذ محمود، معقول اروح سينما من غير مصالحي؟ هو لو انه ما بيحبش السينما
وان راح بيبقى غصب عنه وينام فيها. هايل. متشكرين قوي يا ابو حنفي. عطيات قالت لي انك دفعت لها اجره السكه. ده اقل واجب يا ام صلحي. ما هو اختك برضه. طبعا. من ساعه ما جبت لها الروايات وهي نازله فيهم قرايه تقولش اتولدت وفي ايديها كتاب، مع اني ما اطيقش اقرا الجورنال حتى. مصالحه يا فندم. مين؟ تليفون. اللهم اجعله خير. عن اذنك يا ابو حنفي. طيب اجي معاك. عيب يا راجل، ده بيت. التليفون. ايوه بس ما يصحش. مش هتاخر عليك. يقعد جاي تتفاضل. مساء الخير يا استاذ محمود. مساء الخير. اتفضلي. انا خلصت دول. عجبوكي؟ قوي. وانت عجبك الفيلم؟ يعني خساره انه فاتك، لو كنت سمعت كلامي كنت انبسطت قوي. معلش، ياما بتفوتني حاجات كتير. عطيات، انا حاسس انك مش سعيده. ليه؟ يمكن عشان مش انا اللي اخترت الحياه دي. صحيح مسرحي بيحبني، لكن مش قادر يفهم انا عايزه ايه. انا ساعات بحس اني زي كراسه من الكراريس اللي بيصححها، ومجرد ما بينتهي من تصحيحها بيرميها. قبل عطيات بتسلم عليك وبتقولك هي خلصت الدور وهتلاقي. طيب يا عيشه، يبقى فوتي عليا بكره زي دلوقتي. إليك اليوم حسب الميعاد، لأن مسرحي أصر على اصطحابي لزيارة بعض الأقارب. سأذهب إلى البندر غدا وسأنتظرك الساعة 10 صباحا كالمعتاد، وحتى نلتقي لك كل الحب. بعد كده ما بقيناش قادرين نبعد عن بعض. اتفقتوا مع الجواز؟ ايوه، كان المفروض يتم الشهر اللي فات. وايه اللي عطله؟ في الاول جوزها ما كانش راضي يطلقها، وبعدين حاولنا معاه، حتى هي عرضت عليه فلوس عشان يسيبها، وافق بس رجع يماطل تاني. وما كانش عاوز يطلقها ليه؟ قال انه بيحبها ومش قادر يسيبها. وبعدين يا محمود هنعمل ايه؟ انا خلاص ما بقتش قادرة استحمل الوضع ده. انت مش بتقول انك بتحبني، تبقى ازاي تقبل اني اكون لراجل تاني غيرك؟ وانا في ايدي ايه بس عطيات؟ ما انت عارفة ظروفي كويس. انا لغاية دلوقتي معرفش مستقبلي هيبقى ايه. انت زعلت مني يا حبيبي؟ لا ابدا، أنا كمان في نفس الحيرة والعذاب اللي أنت فيهم. ولحد إمتى هنفضل في العذاب ده؟ أنا خايفة يا محمود، خايفة لحسن مصالحي يحس بحاجة. أنا هتصرف، بس أنت اديني فرصة لحد ما أرجع من مصر وأعرف ظروف تعييني. صباح الخير يا استاذ مصطفى. استاذ محمود، اهلا وسهلا. ايه الظروف السعيده دي؟ متشكر. مبروك تعيينك في النيابه. الله يبارك فيك. عاش من شافك يا راجل. كنت مستخبي فين المده دي كلها؟ الحقيقه انا كنت في مصر.
ده انت بقالك يجي شهرين ما حدش شافك. اصل بصراحه كنت بخلص اجراءات التعيين. انا كنت عايزك في كلمتين يا مصلي. قوي قوي. اصلك مره واحده اختفيت. ده حتى عطيات سالتني عليك كذا مره. وازيها؟ هو في حد قدها دلوقتي؟ تعرف يا محمود انا كمان الدنيا كلها مش سايعاني. خير ان شاء الله. اخيرا بعد 5 سنين هبقى اب. عطيات حامل. ما كنتش مصدق نفسي. تصور كل يوم اعين الواد واطمن عليه. وانا كمان مش بخليها تحط ايدها في حاجه ابدا. مش ممكن تتخيل فرحه العيله كلها بالحكايه دي. ها؟ الله. مالك يا ابو حنفي؟ ابدا. اصل افتكرت مشوار مهم ولازم اروحه دلوقتي. مش معقول. انت لازم تيجي تتغدى معايا وتبارك العطيات. معلش وقت تاني اصل مستعجل شويه. والموضوع اللي عايز تكلمني فيه؟ بعدين بعدين. الف مبروك يا استاذ مصلحي وسلم لي على العطيات. طيب يا سيدي بس ما تتاخرش علينا. لكن في ناس شافوكم سهرانين مع بعض قبل سفر اسكندريه بليله واحده. ابدا ما حصلش. انت عرفت ان المجني عليها كانت عامله بوليس التامين على حياتها بمبلغ كبير؟ لا. وهعرف منين؟ الزوج ما قالكش؟ هو يقول لي ليه؟ معلش يا عادل انا تعبت. استمر انت معاه وانا هبقى اتصل بيك بالتليفون. طيب عايشة متشكر. حبيبي وصلتني رسالتك وانا زعلانة منك خالص لاني بقالي مدة كبيرة ما شفتكش. وبعدين معاك يا محمود. انت عاوز ميعاد القطر يفوتك ولا ايه؟ انا حالا هجهز الشنطه. طب يلا اعمل لك همه عشان تلحق تسلم على الناس اللي مستنيينك دول. حبيبي وصلتني رسالتك وانا زعلانه منك خالص لاني بقالي مده كبيره ما شفتكش. اخص عليك يا محمود. ما عندكش فكرة قد إيه الدنيا مسيعاني من الفرحة لما عرفت إني حامل. عارف من مين؟ منك أنت يا محمود. تصور. ودلوقتي عايز أشوفك بسرعة بسرعة عشان عندي حاجات كتير عاوز أكلمك فيها. محمود يعني ما قلتش إنك جيت؟ أصل حبيبتي افتكرت إنك نايمة. أنت ليه نزلت من السرير؟ هقول لزينب بتحضر الغدا. يا محمود انت ما كلمتنيش ابدا عن حياتك قبل ما نتجوز. ما هو لو كان فيها حاجه تستحق كنت قلت لك عليها. يضايقك لو اعرف؟ تعرفي؟ تعرفي ايه؟ علاقاتك يعني الستات اللي عرفتهم. وايه المناسبه؟ ابدا. اصلك عمرك ما كلمتني في الموضوع ده. لان ما كانش في حاجه. أنا قبل ما أتجوزك ما كنتش بقعد في بلد واحدة. ما أنت عارفة بقى اللي بيشتغلوا في النيابة. هقولك يعني عمرك ما كان ليك علاقة بأي واحدة ست؟ إيه بس يا حبيبتي؟ بقى بعد 5 سنين جواز جاي تسأليني سؤال غريب بالشكل ده؟ أبدا. مش عارفة ليه خطر في بالي. عن إذنك. نادية. في حد سأل عليا النهارده يا زينب؟ ايوه يا سيدي، في واحد جه سأل على حضرتك بعد ما خرجت على طول، والهانم قابلته. ما عرفتيش اسمه ايه؟ اسمه الأستاذ مصلحي موجود؟ ايوه، أوضة 14. متشكر.
محمود بيه؟ محمود بيه هنا؟ ده ايه الشرف الكبير اللي نزل علينا ده؟ اتفضل اتفضل اتفضل. اسمع يا جدع انت، بطل الامور الهبالة على الشيطانة دي. انا اذا كنت استحملتك المرة اللي فاتت، المرة دي مش هستحملك. انت ازاي تروح بيتي وانا مش موجود؟ يظهر انك مش عارفني كويس ولا نسيت انا بشتغل ايه دلوقتي. العفو العفو يا محمود بيه. تليفون مني احطك في مستشفى المجازيب، انت فاهم؟ انا لغاية دلوقتي مش عايز اعمل اي حاجة، لكن اياك تهوب ناحية بيتي مرة تانية. وحياتك انا ما كنت اقصد حاجة، انا كنت بس جاي اقول لك ان جعفر بيها ابو دومه تعيش انت في 60 داهيه. عقبالك انت راخر اما تحصله وهرتاح من خلقتك. بابا تعالي تعالي يا داليا يا بنتي. مين ده يا بابا؟ قلت لي انك كنت تعرف ان المجني عليها عملت اخيرا بوليس التامين بمبلغ كبير. يا فندم انا سبق قلت ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده، وهعرف منين بس؟ من الزوج طبعا. والزوج هيقول لي ليه؟ بصفتك هتكون المستفيد الجديد بعد ما يطلقها. يا فندم انا علاقتي بيه ما تخرجش عن كونها علاقه شغلي، هي دي كل الحكايه. وبعدين انا كنت بقابله عشان اتفاهم معاه على اجراءات الطلاق. طيب ما اتفقش معاك على اي مشاريع؟ لا. مشاريع ايه بس؟ في الشغل خصوصا، وان احوالك الماليه يعني. انا يا فندم صحيح كان في بيني وبينه شغل، بس خلاص خلص. وبعدين انا كنت بقابله عشان موضوع الطلاق. عندك اقوال تانية تحب تضيفها؟ لا يا فندم، ده كل اللي عندي. طيب انت تقدر تتفضل دلوقتي. شكرا. بس بلاش سفر اللي من دول. حاضر. اعمل لي تحريات دقيقة عن احواله المالية، وراقبه كويس، وشددوا الرقابة على الزوج. في حاجة في ذهنك يا فندم؟ مجرد افتراض جايز يتحقق. الو؟ ايوه انا. ايه؟ طب انا جاي حالا. أنا آسف، اضطريت أضحي بالجنين. ما أخبيش عليك، حياة نادية كانت في خطر. عملنا كل اللي نقدر عليه. المهم دلوقتي لما تقوم بالسلامة تشيلوا من دماغكم فكرة إنكم تخلفوا تاني. ما تتصورش يا دكتور قد إيه كان نفسي أتخلف. ممكن أشوفها؟ اتفضل. بس مش كتير. صلحي اهلا يا ابني، ازيك؟ عاش من شافك. اتفضل يا ابني. ايه اللي عمل فيك كده يا ابني؟ الزمن. يا مصلحي، كام سنه ما حدش شافك، من قبل ما مجد ابني ما يسافر بسنين. هو سافر؟ ايوه. هو انت ما تعرفش؟ ده هاجر كندا من سنتين
واتجوز هناك، وهو بعت لي جواب الاسبوع اللي فات قال انه خلف كمان. ايوه لما اروح اوري لك صوره مراته وابنه. لا مفيش داعي تتعبي نفسك. الله يا ابني ده انت ما قعدتش. خير مساء الخير يا فندي، لقيت الناس اللي كنت تدور عليهم؟ ايوه، واحد مات والتاني هاجر. انزلي انت دلوقتي يا داليا، روحي العبي تحت. اتأكدت دلوقتي ان انت. ايوه انت، مش ممكن يكون حد تاني. انت اتكلم تاني يا مصلحي. بقى ده جزائي اللي جاي اطمن عليك واشوفك عملت ايه. تطمن عليا ولا جاي تشوف بنتك؟ ها ايه رايك، عجبتك؟ داليا فعلا زي بنتي، عشان كده فكرت اجيب لها اللعب دي وانا جاي، لاني متصور انك مهملها ومشغول عنها بالكلام الفارغ اللي مالي دماغك ده. يعني ايه؟ حد يبقى عنده بنت زي داليا ويقول انها مش بنته؟ عايز ايه اكتر من كده؟ عايز اعرف، عايز اعرف. يمكن لما اعرف ارتاح. كفايه انها معاك وبتقول لك يا بابا. في ناس كتير محرومين من الكلمه دي. سالني انا. اسمع يا مصلحي، مش جايز انت عايش في وهم، وان البنت بنتك بصحيح. وهم انت كمان، انت عايز تجنني؟ طب تقارير الدكاترة وهم هي كمان؟ ايه يعني تقارير الدكاترة؟ المهم انت احساسك ايه؟ انا ما بقتش عارف حاجة خالص، يا ريتني ما شفت الجواب ولا عرفت. لكن لا، لازم اعرف مين اللي هدم حياتي وهعرفه. ايوه قتلتها، ايوه انا اللي قتلتها في لحظة جنون. كنت متأكد اني مش هكشف. قتلتها، قتلتها، لكن ما كنتش لوحدي، جوزها كان مشترك معايا. لكن ازاي جوزها اشترك معاك وهو كان في اسكندرية ساعة ارتكاب الحادث؟ هقول لك كل حاجة. قول. لما جوزها شاف انها ابتدت تتعلق بيا وبدأت تكلمه عن الطلاق. واحدة واحدة، حس ان كل حاجه هتضيع منه، وفي ليله سكرني طينه وفتحني في الموضوع. في الاول انا رفضت، لكن هو كشفني وفهم نقطه الضعف اللي فيا. ايه هي نقطه الضعف اللي فيك؟ جاي لحضرتك. اتفق معايا ان اقتلها ونطلع بمبلغ التامين وهو بالثروه. الشيطان لعب في دماغي ان المبلغ كبير. رحت له بعد اسبوع لقيته مستنيني ورسم لي الخطه كلها، هو يسافر اسكندريه وانا استنى هنا معاه. وانت؟ وانا معروف اني بحبها وكنا خلاص هنتجوز ومش ممكن حد يشك فيا. لكن لسوء حظك إن النيابة بتشك في كل حاجة. معتمة! فتحت الجلسة. النيابة. قضيتنا يا حضرات القضاة، وإن بدت للوهلة الأولى
قضية تقليدية، إلا أنها مع ذلك جديدة كل الجدة. أطرافها الثالوث الخالد، الزوج والزوجة والعشيق. إلا أنها مع ذلك قضية جديدة كل الجدة. جوهرها الخيانة، نعم، فهي من مستلزمات مثل هذه القضايا، حيث يتسلل شخص منعدم الضمير هو العشيق. يتسلل هذا العشيق من نافذة منزل الزوجية المقدس، ناشراً رائحة الخيانة العفنة، ضارباً بكل القيم الإنسانية عرض الحائط. أقول إن هذا الجانب متوافر في قضيتنا، ولكن إلى جواره يوجد جانب آخر. فبدلاً من أن تنتهي المعركة بخروج أحد الخصمين تاركاً الساحة للآخر، وهنا الجديد في قضيتنا، وهو أيضاً لا يعدم شيئاً من غرابة، لم يستمر الخصمين كخصمين، بل اتفقا. ويا لبشاعة الاتفاق، اتفاق طرفاه زوج مخدوع وعشيق طامع، والضحية إنسانة عانت الكثير من المتاعب في حياتها الزوجية، وعندما وجدت الحب أو خيل إليها أنها وجدت، سقطت بين أنياب وحش مفترس لم يتورع عن. معلش يا محمود، أنا عارفة إن اللي حصل ده من زعلك. نادية، أنت كان نفسك في طفل، وأنا كمان، لكن هنعمل إيه بقى؟ نصيبنا كده. أحلف لك بإيه إن اللي حصل لي ده كان سببه الإرهاق. اسمع يا محمود، أنا ما عنديش مانع إنك تتجوز. إزاي تقولي كلمة زي دي؟ أنا لو زعلت هيبقى عشانك أنت. يعني لسه بتحبني؟ أنت اللي بتسألي السؤال ده. نعرض عليه اننا نربي بنته. طيب وفرضي ما وافقش؟ البركه فيك انت بقى، كلمتين كويسين منك يخلوه يوافق. انت شفت البنت؟ شفتها؟ لا ما شفتهاش، هشوفها فين؟ على كل حال انت تروح له وتحاول تقنعه. قلت ايه يا محمود؟ حاضر يا بيه. الأستاذ مصلحي فوق؟ لا، دفن الحساب بتاعه امبارح ومشي. مشي راح فين؟ ما نعرفش. ما قالش إنه هيرجع هنا تاني؟ لا. طيب لو سمحتي لما يرجع تتصلي بيا فورا وتقولي له إن أنا عايزه ضروري، عندك هنا الاسم والتليفون.
طيب حاضر يا بيه. متشكر. مالك يا محمود؟ بقالك مدة مش عاجبك. متضايق شوية. طب ايه رأيك في اللي خلصك من الضيقة دي؟ ازاي؟ نسافر؟ نسافر فين؟ اي مكان، احنا بقالنا مدة ما سافرناش، نغير هوا. انا متأكدة انك هتستريح بعد الرحلة دي. انا هسافر فعلا، بس الفيوم ومش اي مكان تاني. اشمعنى الفيوم؟ أدور على مصلحي، لازم ألاقيه بأي طريقة. أصلك ما تعرفيش من ساعة ما شفت بنته المسكينة شفتها؟ أيوة، ومن ساعتها مش قادر أنساها. ألو؟ أيوة أنا. إمتى؟ طيب متشكر يا مدام، متشكر. مين يا محمود؟ دي صاحبة اللوكاندا اللي كان فيها مصلحي. ايوه يا سيدي حاضر، دقيقة واحدة وجاي لك. الفل. قول ايه؟ فين يا مسا؟ ما تيجي اقعد معايا. تعالى اقعد معايا والنبي. ازاي 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 والله زي بحالها. انت مش مرته يا اخي. اقعد يا اخي. اسمع يا جدعان. ايوه يا سيدي طلباتك. الاستاذ مصلحي ما جاش؟ اه مصلح افندي كان هنا من نص ساعة، خد المعلوم ومشي على طول. ما تعرفش راح فين؟ هو لا مؤاخذة حضرتك مين؟ يبقى اقول له محمود رفعت. اه مش طول كده من الصبح، ده سايب لك ورقة معايا. اتفضل. ازاي ده لسه مليانة؟ يا جدع خد مطرحك بقى. نعم. الأستاذ مصلحي موجود؟ نقول له مين يا حبة عيل؟ قولي له محمود رفعت. مين يا بنتي يا عزام؟ واحد بيسأل على مصلحي قبلتي وبيقول اسمه محمود. اهلا وسهلا محمود بيه، اتفضل عندنا كل اللي في نفسك. اتفضل. اهلا يا محمود بيه. اخيرا شرفت. كنت متاكد انك هتيجي، انا ظني ما خيبش ابدا. اتفضل يا جماعه، احب اقدم لكم صديقي العزيز، صديقي العظيم، صديق الطفوله والشباب، صديقي المخلص بالقوي قوي، سياده وكيل النيابه. يا نهار اسود النيابه. ايه مش مصدقين؟ بشرفي ده وكيل نيابه بحق وحقيقي. مصلحي انت يا مدهول على عينك. ايه وسحبني النيابه في ستك السوداء لحد هنا؟ لا 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 ما تخافيش، دي نيابه مع ايقاف التنفيذ. مساء الخير. مساء الفل يا بيه. تمام يا بيه. Thank you.
عايز اتكلم معاك كلمتين. بس انا بقى زي ما انت شايف كده مش فاضي. فوت علينا امس. بس بدري شويه. انا لازم اتكلم معاك حالا. اذا كنت مصمم قول اللي عندك. انا عايزك على انفراد. احنا مفيش بينا كلام سر. والجماعه دول اخواني وحبايبي واصحابي. وانا ما بخبيش عليهم حاجه ابدا. اسمعوا يا جماعه انا هقول لكم الحكايه. هتقوم معايا ولا لا؟ ده لا يا جماعه ما تاخذهمش يا بيه، اصل دول جماعه سطر زي ما انت شايف. ما تقوم معايا مصلح، يمكن عايزك في كلمه سر ولا حاجه. قوم خش جوه في اوضتي فاضي ما فيهاش حد. خلاص امرت يا قمر. بس قمر تخين شويه. اتفضل يا محمود بيه اتفضل. هتشوف لنا كاس يا عمر. نسيت بصحتك. ازاي تجيب البنت في مكان حقير بالشكل ده؟ عمري ما كنت اتخيل انك تبقى بالسفاله دي. وانت مالك؟ بنتي وانا حره فيها؟ انت عارف انها مش بنتي. لا بنتي، وكل الناس عارفين انها بنتي. ولا تحب اوريك البطاقه وشهاده ميلادها؟ انت احقر واخس بني ادم شفته في حياتي. شكلك حلو قوي وانت بتتكلم عن الحقاره والخس. ناقص كمان تكلمني عن الضمير والاخلاق والشرف. الكلام ده ملوش لازمه دلوقتي. اسمعني يا مصلحي، انا جاي اتفاهم معاك. سيبنا من اللي فات وخلينا في النهارده. النهارده انت بتتكلم على كيفك. انت عارف النهارده ايه بالنسبه لي؟ مفيش. انا حياتي كلها كانت امبارح. امبارح كان كل حاجه، البيت والزوجه والبنت والمدرسه. امبارح كنت بني ادم، النهارده انا ايه؟ هو ايه اللي حصل؟ كل ده راح مرة واحدة، مرة واحدة كده زي ما يكون حلم. يا مصلحي، اللي حصل كان أقوى مننا كلنا. أنا معترف إني مسؤول عن كل حاجة ومستعد أتحمل النتيجة. النتيجة؟ لو كنت أضمن إن قتلك يشفي غليلي. فوق يا مصلحي، هو ما تنساش انت بتكلم مين. انت عاوز ايه؟ البنت. بنت يا مصلحي، المره دي مش هتخلى عنها حتى لو اضطريت اني امسحك من الوجود. انت عارف ان ده في ايدي مش بعيد عليا. انا مقدر المأساة اللي انت عايش فيها، لكن انا كمان في مأساة من ساعة ما شفت وعرفت انها بنتي من لحم ودمي. والحياه بقت عذاب. استغفر الله يا محمود بيه، ودي تيجي تبقى بنتك اللي من دمك موجوده وتخلي راجل غيرك يربيها؟ انا مستعد انفذ لك كل اللي تطلبه، مستعد ادفع لك كل اللي انت عايزه. بس انا بقى مش هبيع البنت. وانا مستحيل اسيب بنتي، مش هسيبها. انت فاهم؟ ادفع بره، امشي، مش عايز اشوف وشك تاني. والراجل بتاع النيابه قبض على بنتك. نادية،
مشغول عني بإيه؟ بعمل بلوفر لداليا عشان الشتا. طول عمرنا نجري ورا ابوها عشان يسيبها لنا. بس ده مجنون. ليه مجنون؟ انت لو كان لك بنت كنت تتخلى عنها. بس ده معيشة في بيت قذر، في بيت دعارة. ابوها يا اخي هو حر فيها، احنا هنفضل رابطين حياتنا بيه هو وبنته؟ اذا كان الموضوع ده تعبك يا محمود اتجوز واحدة تانية وخلف منها. اتجوز نادية؟ انت بتقول ايه؟ اعمل لك ايه بس يا محمود؟ انت بتصرفاتك جبت جرحني، بتخليني احس اني سبب في كل اللي بيحصل ده، لاني مش قادره اساعدك واحقق لك اللي انت عايزه. ما تقوليش كده يا نادية، ارجوكي ما تفهمينيش غلط، انا سعادتي معاك انت وهفضل طول عمري احبك. يا مصطفى. بقولك فين البنت؟ وديتها فين؟ انت ايه اللي جابك هنا تاني؟ انا ما عدتش عايز اشوفك. صدقني يا مصطفى خايف على البنت، انت برضو انسان متعلم وتقدر مصلحتها. وبعدين؟ وبعدين حاول تنسى اللي فات ونبتدي من جديد. احنا تعودنا على البنت وهي كمان. طب وانا؟ انا هعوضك قد ما اقدر، وانت في اي وقت عايز تشوف البنت تعال. انت برضو اللي ربيتها. قلت يا ابو صلح، أنا هقول لك حاجة غريبة. أنا لما جيت وراكوا اسكندرية كان قلبي مليان بالحقد والكر، كنت عايز انتقم، لكن لما شفتكوا والبنت بتلعب معاكوا لقيتها سعيدة ومبسوطة وحلوة ونظيفة. تصور ساعتها فكرت اسيبها لكوا وامشي، لكن يا مصلحي ايه اللي منعك؟ ساعتها افتكرت كل اللي فات. لما لقيتكم متعلقين بالبنت قلت احرق قلبكم وقلبك انت بالذات واخليك تجرب اللي انا عايش فيه. انت انسان طيب يا مصلحي، انا متاكد ان قلبك مش هيسمح لك تعمل حاجه وحشه ابدا. طيب انت ما تعرفش الطيب ده لما انجرح عمل ايه؟ قصدي كان ممكن يعمل ايه؟ انت جاي هنا تعمل ايه؟ انا خلاص زهقت من اللعبه دي. ايه
يعني هتديني البنت؟ البنت بنتي ومش هتخلى عنها. امشي اطلع بره. مش همشي غير لما اخد البنت. وديت البنت فين يا ابو صلحي؟ اتكلم يا ابو صلحي. مش هقول لك داليا فين. فين البنت؟ مش هقول لك داليا فين. وديت البنت فين؟ اتكلم لك. خلص عليك. لازم تعيش اللي عشته يا محمود يا ريس. فين البنت؟ لازم تعيش اللي عشته. مش هقول لك داليا فين. لازم تعيش اللي عشته يا محمود يا رفعت. لازم تعيش اللي عشته. اتكلم يا ابو صلحي. ايه الحكايه؟ انت كنت بتتخانق ولا ايه؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل؟ ما تقول لهم يا سعاده البيه، احكي لهم يا حضره رئيس النيابه المحترم. اهو
تحايل على المعايش يا استاذ محمود. الواحد هيعمل ايه؟ يعني انت ما لقيتش غير تجاره المواشي؟ اي كلها تجاره، على الاقل انضف من التجاره في البني ادمين. ما تشوف الدكاتره الكبار عندكم في مصر بيعملوا ايه؟ كل شهر والتاني بيرفعوا الفيزيته 5 جنيه مره واحده. بذمتك مش دي تجاره في ارواح الناس؟ على رايك. قول لي يا دكتور نجيب، فاكر مصلحة فندي عبد الدايم؟ فاكره طبعا. بعيد عنك، ده بعد مراته ما ماتت محدش شاف خلقته. ناس بيقولوا انه اتجنن، الظاهر انه كان بيحبها قوي. ما تعرفش ماتت ازاي؟ ماتت ازاي؟ ماتت زي ما خلق ربنا بتموت، اجلها انتهى. قول لي يا دكتور نجيب، انت طبعا اللي طلعت لها تصريح الدفع. طبعا. كشفت على الجثه؟ نعم. بقول لك وقعت الكشف على الجثه. استاذ محمود، انت بتكلمني بصفه رسميه ولا؟ لا طبعا، بصفتي صديق. صديق؟ طب نقفل الباب بقى. طب بصفتي صديق برضو، ممكن اعرف انت مهتم بالموضوع ده ليه؟ لاني بشك انها ماتت موته مش طبيعيه. يا نهار ازرق، ايه اتقتلت؟ مجرد شك. لا 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 لا، شكك مش في محله يا استاذ محمود، الشك يا حبيبي. يعني ما كشفتش عليها؟ بصراحه لا، اصل مش معقول كل واحد يموت اروح اكشف عليه، الا اذا كان في حادثه او شكوى او اي حاجه تثير الاشتباه. طب ايه رايك بقى؟ انا عايز الجثه تشرح. ليه بس؟ دي مسؤوليه كبيره قوي. من ناحيه المسؤوليه ما تخافش. كويس انك جيت، انا كنت عايزه اكلم معاك. تحت امرك يا استاذ. اتفضل. شربت حاجه؟ الحمد لله. زينب عملت قهوه. انا زعلانه منك يا ام صالحي، ازاي تاخد داليا من غير ما تقول لنا؟ اسف يا استاذ، كان المفروض استاذنكم عشان اخد بنتي، بس محمود بيه ما استاذنيش لما خطفها مني. خطفها؟ ايه الكلام ده يا ام صالحي؟ ليه؟ البيه جوزك ما قالكيش؟ لا طبعا، اللي انا فهمته انه اتفق معاك ان البنت هتفضل معانا. ايه الحكايه يا ام صالحي؟ انا شايفه حاجات غريبه بتحصل. قولي بصراحه، هي داليا مش بنتك؟ غريبه، كنت فاكر انه قالك. كان طبعا ما يقدرش عشان جبان ونجل. انت اتجننت؟ ازاي تتكلم على جوزي بالطريقه دي؟ اصلك ما تعرفيش عمل فيه ايه. ما حافظش على بيتي وعرضي. داليا بنت جوزك المحترم يا استهاني، وعارفه مخلفها من مين؟ من مراتي، من مراتي ابن الكش. معلش أنا عذرك برضه، لأنك عشت طول عمرك مخدوع زيي. ومع كلنا أنا عاوزك تقولي للبيه جوزك إنه يبعد عن سكة أحسن له، وإلا هطبع حضونه فوقه. فوتك بعافية.
افتكر الوفاة جنائية، وعلى العموم هنتأكد. يا رفعت عشان احذرك، انت ماشي في سكه خطر. ايه خايف يا مصلحي؟ انا بس عايز اعرف انت ناوي على ايه. انت نسيت ان راجل قانون يعني لازم ادي واجبي؟ بس انا كمان مش هسكت. وانا كمان مفيش حاجه هتمنعني عن اداء واجبي. طب ووظيفتك ومستقبلك والفضيحه يا حضره وكيل النيابه؟ كل ده اصبح بالنسبه لي مش مهم. حتى بنتك داليا؟ قصدك ايه؟ قصدي اننا نتفق مع بعض. انا بقول تاخد بنتك اللي انت هتتجنن عليها تعيش معاك، ولا كأن في حاجه حصلت. والتمن؟ تقفل بقك وما تتكلمش. واذا اتكلمت؟ تبقى تقول على بنتك يا رحمن يا رحيم هقتلها. يعني بتساومني على البنت؟ عاوز اسلم رقبتي للمشنقه؟ عاوز تقتلني مرتين يا محمود يا رفعت؟ لكن لا، المره دي لا. أنا حسيبك تفكر وعقلك في راسك تعرف خلاصك. فكر كويس يا محمود يا رفعت. كنت شاكة، لكن ما كنتش أتصور إن ده ممكن يحصل لنا. زمان من 10 سنين وأنا لسه ببتدي في أول حياتي قابلت إنسانة كانت محرومة من الحب. جوزها ما كانش مهتم بيها، كان بيعملها زي أي كراسة من كراريس التلامذة. بمجرد ما ينتهي من تصحيحها يرميها. مرات مصالحي مش كده؟ ايوه، الست دي حبتني وانا كمان تهيألي اني حبيتها، لكن كانت في الحقيقه مجرد نجوى. فكرت ساعتها اني انا اتجوزها، لكن طبعا ما كانش ممكن. بسرعه زي اي شاب نسيت الموضوع ده وانشغلت بحياتي ومستقبلي وبالنيابه ومشاكلها، لحد ما جه مصلحي وقال ان الحمل ده مني انا، وان داليا تبقى بنتي مش بنته. ما كنتش اتصور ان غلطه زي دي ممكن يقع فيها الاف الشبان، هتفضل تجري ورايا السنين دي كلها. محمود انا عايز اسالك سؤال بس تجاوبني بصراحة. لو كنا مخلفين كنت جريت ورا داليا كده؟ كنت اعترفت بيها؟ أنا مش عارف أقول لك إيه. يعني إيه مش عارف؟ أرجوكي حاولي تفهميني. أنا دلوقتي في موقف صعب. مصلحي قتل مراته. بتقول إيه؟ هي مش ماتت موت طبيعي؟ لا، لما شكيت فيها طلبت إخراج الجثة وتشريحها. اكتشفنا إنه قتلها بالسم البطيء عشان ينتقم منها. وهو فين دلوقتي؟ من ساعة كان معايا وكان بيساومني. على إيه؟ إنه يديني البنت ب
بشرط اني ما بلغش عنه واذا رفضت هيقتلها. ارجوك يا ناديه حاولي تساعديني. انت ما سبتش لحد فرصه انه يساعدك، ثم انت خايف ليه؟ داليا مش بنتك يا محمود. انت بتقولي يا ناديه؟ اذا كان مصلحي نفسه بيعترف بكده وعندي جواب امها بيؤكد انها بنتي. جوابات الدنيا كلها مش ممكن تثبت البنوه. مصلحي هو اللي اداها اسم، هو اللي رباها، هو اللي اداها حبه وعواطفه واحساسه. انت مفيش قدامك غير انك تأدي واجبك وبس. والبنت ده هيقتلها؟ ما ظنش، مفيش حد بيقتل بنته. بقول لك بنتي مش بنته ولازم انقذها. انت عارف طبعا الثمن هيكون ايه. مصلحي مش هيسكت، هيشهر بيك. المسألة دلوقتي بقت مسألة قانون وضمير. في الوضع اللي انا فيه ده ما اقدرش استمر كرجل قانون. انا هستقيل. خدهم كلهم وسيبوا لي الست دي. انتي اسمك ايه؟ خدمتك نوسه وبيدلعوني بنانا. انتي طبعا عارفه انتي هنا ليه؟ لا وحياه النبي يا سعاده البيه، ده انا عايزه كنت حتى اتصل بحضرتك النهارده عشان تخرجني من هنا. شوفي انا فعلا ممكن اخرجك زي الشعره من العجين، بس انا ليا طلب. انت تؤمر يا محمود بيه؟ تقولي لي فين مصلحي وخبى البنت فين. ده ساب البيت ومشي من زمان ومعرفش راح فين يا سعاده البيه. مش عايز لف ودوران، احنا هنقبض عليه هنقبض عليه. ما كانش النهارده يبقى بكره. مصلحي مجرم، قتل مراته وهرب. يا لهوي مصلحي! ايوه مصلحي. وفي الحاله دي لو قبضنا عليكي هيبقى ويلك ويلين. اداره بيت للدعاره والتستر على مجرم هربان. ودول على الاقل فيهم الاثنين 10 سنين. يا بنت ده بينك وبينه مشاكل، دخلنا انا في النص ليه وانا وليا وغلبانه؟ أنا لسه ما فتحتش المحضر. إيه رأيك؟ أفتحه؟ لو النبي يا بيه يستر عرضك هتكلم، ده أنا هتكلم للصبح، ده أنا هتكلم كلام يا بيه، لا مؤاخذة بقى يا مصلحي، ما بدهاش، ده تقل قوي. انزل وراها. Thank you.
انت ايه اللي جابك؟ وعرفتي مكاني ازاي؟ بنت ناديه، بنت ناديه. داليا خش انت جوه، خش جوه. ما قلت ليش؟ عرفتي مكاني ازاي؟ سألت الست اللي كنت ساكن عندها. كدابة! الجبان، الجبان ما قدرش يجي يتفهم معايا. بعتك يمكن تقدري تعملي اللي ما قدرش هو يعمله. لا يا ام صلحي، انا اللي جيت من نفسي. محمود ما يعرفش حاجه، هو خلاص اخد موقف ومصر يقدمك للمحاكمه مهما كان الثمن. عشان كده انا خايفه على البنت. مفيش فايده يا ام صلحي، اديني البنت وسلم نفسك. ما تخافش، الظروف اللي قتلت فيها هتخليهم يدولك حكم مخفف. انت كمان جايه تديني مواعظ؟ ابعد عني يا مجنون. ازاي ما خطرتش الفكره دي ببالي قبل كده؟ واحده بواحده. انت سكران ومش فاهم حاجه، محمود تحت والبوليس محاضر البيت. ودوروا على البوليس الدولي هينقذك مني. ابعد عني. واحده بواحده يا محمود يا رفعت. واحده بواحده يا محمود. ابعد عني يا مجنون، ابعد عني. واحده بواحده. واحدة بواحدة يا محمود. عملتوها يا ولاد الكلب. تعالي. نفسك يا ابو صلحي. هقتلك. مين اللي ضرب الرصاص؟